الأندلس. إذن هذه كلمة نستطيع أن نقول عنها تعبيريا بأنها بدأت في الدخول إلى الأندلس مع حوافر خيول المسلمين. هناك تاريخ واسع عن المراسلات التي تمت بين موسى ابن نصير والخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك، كلها ليست غريبة، كلها نعرفها. في مبدأ تاريخنا الإسلامي أن الخليفة باعتباره المسؤول الأول عن أرواح وسلامة المسلمين أن يكون حريصا على أرواح وسلامة المسلمين الذين يريد موسى ابن نصير أن يأخذهم إلى الأندلس. والوليد عرف أنه يفصل بين المنطقة التي هم فيها الآن طنجة وسبتة وبين المنطقة التي يريدون الذهاب إليها بحرا. لا تحمل المسلمين في بحر شديد الأهوال يا موسى. يرد عليه موسى قائلا أنه ليس ببحر ولكنه خليج يصف للواقف فيه ما خلفه. لم يكذب موسى. للذي يقف على شواطئ طنجة بإمكانه أن يرى البر الأندلسي في الجانب الآخر، حوالي 20 كيلومترا بمسطح مائي. فإذا في الحالة هذه لا تحتاج أنت إلى قوة نظر زرقاء اليمامة لكي ترى الأندلس. أشبهها تماما بالذي يقف على شواطئ الخبر وأمامه البحرين يراها في أفقه البعيد، نفس الحالة. الوليد ابن عبد الملك يقول لموسى: وإن كان اختبر بالسرايا، ومن يختار لقائد السرية هذه الآن بأمر من خليفة المسلمين في دمشق؟ وإلا فإن موسى ابن نصير كان قد أخذ البادرة وهو يراسل الخليفة بأن أرسل سفنا ليستكشف هذه الأرض التي يريد أن يدخل فيها فاتحا أو إليها فاتحا، وكان على قيادتها ابنه عبد الله ابن موسى ابن نصير. لكن الرياح حدفت سفن عبد الله وأنزلته في الجزيرتين الواقعتين إلى الشرق من الأندلس، اسماها العرب جزر اليابسة، والآن تسمى جزر مايوركا. للذين يذهبون إلى إسبانيا يذهبون إلى هناك. إذن يأتيه أمر الوليد الآن، وبالتالي الآن تأخذ القضية صبغة رسمية فيها أمر الخليفة. فإذن القضية تتحول إلى مرحلة جدية قليلا. يرسل حملة ليست كبيرة بقيادة رجل اسمه طريف ابن زرعة المعافري،
معارف معافر قبيلة عربية يمنية، وأهل اليمن هم أهل بحار، كان يقال عن العرب أنهم أهل بر، أطراف الجزيرة العربية بحدودها الطويلة كلها تطل على ثلاثة بحار: الأحمر والعرب والخليج. المنطقة التي نزل فيها طريف بن زرع المعافري إلى يومنا الحاضر اسمها طريفة، نسبة إلى طريف بن زرع المعافري، إلى الشرق من جبل طارق، وطارق اسم عربي لا زال إلى وقتنا الحاضر يحمل هذا الاسم، جبرالتر، جبل طارق. إذن اسمين، والمسلمون لم يدخلوا الأندلس بعد. إضافة إلى اسم الأندلس فلدينا ثلاثة أسماء: اسم الفاتح، واسم الفاتحين الأولين لهذه الجزيرة. كثيرا ما تتعكر حوادث تاريخ الأندلس، وهذه قضية مهمة. نحن من محبتنا للتاريخ الأندلسي والذكرى الأندلسية دائما نصورها على أنها أيام جميلة، بدأت جميلة وسارت جميلة وانتهت جميلة، وكان من الممكن أن تستمر لولا أنه تكالب علينا الآخرون وأخرجونا من الأندلس. التاريخ الصحيح ليس تاريخ أسميه أنا تقديم باقة ورد، التاريخ لكي نفهمه ينبغي علينا أن ندرسه أو ننظر إليه بصورة نقدية. وعلى من يسمع كلامي هذا ولا عليه أن يقرر يأخذ بهذا أو يأخذ بذاك، وهذه هي صيرورة العلم، إذا وافق كفى الله المؤمنين القتال، إذا لم يوافق فإنه يتحمل مسؤولية لماذا لم يوافق، فبالتالي عليه أن يضيف وبهكذا. ونسأل الله أن نصل إلى ما نرتجيه من الحقائق في التاريخ الأندلسي. هذا جانب. التاريخ الأندلسي كتب بعد زمن لفتح الأندلس، تقريبا بعد قرن ونصف، 150 عاما، ولم يكتب أحد من الذين فتحوا الأندلس شيئا عن الأندلس. وعلينا أن نتخيل أنه بعد 150 عاما، إذا ما بدأنا نشتر التاريخ هذا ونحاول أن نكتب فيه شيئا، فإن التاريخ هذا معرض إلى أن تدخله الأهواء والشوائب، ويختلط الحقيقة بالخيال. سنمضي زمنا لو دخلنا في التفصيلات ونحن نقول هل ألقى طارق بن زياد تلك الخطبة بعد أن أحرق السفن، لكن التعمق والحفر في زوايا التاريخ الأندلسي يجعلنا نشك إلى حد ما أن هذه هي الحوادث الحقيقية لفتح الأندلس. هناك قضية كبيرة: حاكم ولاية سبتة، منطقة سبتة، قالوا أنه أراد
أن ينتقم لشرف ابنته التي أهينت في إسبانيا من قبل ملك القوط لوزريق، وأرسل إلى لوزريق صقورا لم يرى هو مثلهم من قبل، وكان يعني بذلك المسلمين. لو تماشينا مع هذه الروايات لبدا لنا أن المسلمين كانوا فاتحين لا يعرفون أين يذهبوا، ينتظرون إلى أن يهان شرف ابنة يوليان ويتيم يوليان، اذهبوا انتقموا لما حصل لبنتي. عندها يفكر موسى بن نصير، إذن فلنذهب إلى الأندلس. موسى بن نصير منذ أن عين واليا على المغرب يقال أنه وجد المغرب مسلمة كلها. نعود إلى ما قلناه قبل قليل أن حدود الإسلام لا يتوقف في مكان، فإذا توقف في المغرب لدينا عبارة عقبة ابن نافع قبل موسى بن نصير بحوالي نصف قرن من الزمن، حينما وصل إلى طنجة غاص بفرسه في مياه الأطلس وقال والله لو كنت أعرف أن وراء هذه البحار أرضا لخطها في سبيل الله، خطها في سبيل الله. إذن يأتي موسى بن نصير الآن يريد أن يدخل الأندلس، وتلك كانت المراسلات، وأخذ الإذن الرسمي من الخليفة بالدخول إلى الأندلس. الآن ماذا يفعل موسى وقد تجهز؟ أرسل حملات استكشافية، عبد الله وطريف المعافري كلهم عادوا وأخبروا موسى بن نصير بأن هنالك أراض أمام المسلمين ينبغي الذهاب إليها فاتحين. إذن في الحالة هذه يعود موسى الآن إلى القيروان، من طنجة إلى القيروان، أي من المغرب الأقصى إلى تونس الحالية. لماذا؟ لأن الجند المسلم في القيروان. هناك جانب ينبغي ونحن ندرس أو نناقش هذه القضية لأبناء المملكة العربية السعودية وأبناء الجزيرة العربية، بأن المؤثر الأول في الأندلس ومن فتح الأندلس هم القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية ولا مكان آخر غيرها. لو نقرأ ابن عبد الحكم المؤرخ المصري وهو يتحدث عن الفسطاط، خططها وتقسيماتها وزحمتها، بالتأكيد نصل إلى قرار نقول يبدو أنه لم يبقى أحد في الجزيرة العربية. إذا قبائل معينة مثل بيلي، ابن عبد الحكم يعدد وجودهم في الفسطاط إلى الآلاف، وغيرهم وغيرهم، وليس فقط من قبائل الحجاز أو شمال الحجاز، كل الجزيرة العربية، عبس من وسط الجزيرة العربية ممثلون هناك. إذن بعدما فتح عقبة ابن نافع إفريقية وأنشأ فيها القيروان، هؤلاء
الذين تركوا الجزيرة العربية وقطنوا مصر انتقلوا الآن إلى القيروان. فإذا موسى أتى إلى القيروان لكي يأخذ الجند. موسى يوصف للأسف من بعض المصادر التاريخية أنه رجلا مركزيا يحب أن يستولي على السمعة والسلطة لوحده. في هذا ظلم موسى ابن نصير كثيرا. لو كان موسى ابن نصير من هذا النوع من الفاتحين، حينما وصلته رسالة من نائبه طارق بن زياد الذي كان قد تركه على طنجة وقال له أن ظروفا سنحت في إسبانيا بذهاب ملكها لوزريق إلى الشمال إلى بلاد الباسك، فإذا المدافعين عن الأندلس في الجنوب أصبحوا كلا. موسى لو أنه من القادة الأنانيين ربما كان قد قال لطارق انتظر إلى أن آتي بالجند وسوف أقودك إلى الأندلس. موسى يسمح لطارق بأن يسير بالجند بما تهيأ له من رجال في المغرب الأقصى، ولذلك يقال عن جيش طارق بن زياد أن جله إن لم يكن كله، بعض المعلومات النادرة التي نملكها تقول أن عدد العرب في جيش طارق بن زياد كانوا في حدود 17 نفرا فقط، والبقية 5000 كلهم من البربر، وطارق بن زياد من البربر. فإذا دخل طارق بن زياد إلى الأندلس وموسى ابن نصير لا زال في القيروان يعد العدة إلى أن يأتي بهذا الجيش الكبير إلى طنجة.